نجدي التحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. وقفتنا اليوم أيضا مع التجارب الفاشلة، قديش ممكن تأثر علينا وعلى شخصيتنا وعلى نفسيتنا. كلنا بنعرف أنه لما بعض الناس لما بيتعرضوا لتجربة فاشلة بحياتهم غالبا ما بيشعروا بنوع من الإحباط، خصوصا لو كانت هيدي التجربة بنين عليها أمال وأهداف كانوا بيتمنوا أنها تتحقق. خلينا نتوقف اليوم مع هذا الموضوع، وخليني رحب بضيفتنا الموجودة معنا على الهواء مباشرة، المستشارة النفسية والأسرية الأستاذة هدى الدوسري. أستاذة هدى أهلا وسهلا فيك معنا. يا أهلا مرحبا أستاذة هدى، ومرحبا أيضا بالمستمعين، مساء الخير وشكرا على الاستضافة في هذا البرنامج المتألق هدى وهنا، وحياكم الله. يسعد لي نهارك إن شاء الله. اليوم أستاذة هدى، قديش التجارب الفاشلة ممكن فعلا تقودنا للإحباط، إن كانت تجارب إلى علاقة بصداقات أو بعمل أو بزواج؟ قدي لازم نحتاج وقت لنتجاوزها، لأنه طبيعي الواحد ينصدم ويتعب وينقهر، وقدي فينا نطلع أو كيف فينا نطلع منها بأقل الخسائر الممكنة؟ نعم، في عالمنا المتغير يعني التحولات المجتمعية، يتساءل الكثيرون عن كيفية التعامل مع الفشل واستغلاله للنجاح في جميع يعني في جميع جوانب الحياة المتعددة، سواء في مجال التعليم أو العمل أو حتى فيما يتعلق يعني بتطوير الذوات، خصوصا أن الفشل قد يؤثر بشكل سلبي، يعني يجعل النفس دائما تميل للشكوك والقلق، وبالتالي إلى الاضطراب، ويؤثر ذلك على أن من المفترض أن يكون الفشل هو نقطة للإنطلاق، لكن قد يمر بزاوية غير صحية، فنكون في معك هذه يعني معك هذه التحولات دائما. فهذا هو فالشيء اللي إحنا نقول في حياتنا العامة، لا بد أن نصنع من خلال هذا أو نقطة الفشل أو التوقف نجاح. يعني كم من شخصيات مشهورة حاولت أن تتجاوز وتحقق نجاح بعد تجارب فاشلة، وفي مجالات متعددة في الحياة، سواء على المستوى الديني والروحي الاجتماعي العاطفي التربوي. بالتالي هذا شيء يرجع طبيعة شخص الإنسان، يعني طبيعة التكوين النفسي أو طبيعة التكوين اللي هو ما يخص يعني التركيبة النفسية الخاصة بالشخص. في المجال العقلي، أو إحنا نقول إحنا دائما الفكر مهم جدا عندنا، الفكر وكيف الأفكار السلبية قد تتحول إلى التشوق. شو بيحتاج الشخص معه، أو شو الأشياء اللي هو بحاجة لها الأسلحة حتى فعلا يقدر يتجاوز صدمة فشل كتير قوية؟ نعم، أهم حاجة إحنا نركز عليه أن نعترف بالفشل. فأي اضطراب إحنا نمر فيه أو أي صدمة أو أي كرب لابد أن نعترف. الاعتراف هو أول نقطة للتجاوز. يعني بحيث أنه يستدعى أن دائما الشخص يكون صادقا مع النفس، يعترف أنه هو فعلا طب في هذه المطبات بسبب أنه لم يضع النقاط على الحروف بشكل صحيح. نفس الشيء ما ينسب هذا الفشل للآخرين، بالتالي أنه أحيانا يختلق أعذار متعددة فينسب أخطاءه للآخرين، وهي بالعكس صحيح. يعني أهم شيء تصحيح الأفكار حتى لا نضطر. هي فعلا عم تحكي بنقطة كتير مهمة. نحن دايما لما بنفشل بعلاقة أو لما بنفشل بشغل أو لما ومرات نحن بنكون السبب، أو بيكون دايما بنترك القصة ومنترك الحلول ومنفتش على مين بدنا نكوب، هيدا السبب، أنت عملت، أنت جريتني لهون، أنت. ففعلا معك حق بهالموضوع. أيوة، وإحنا نقول دائما أن في تأثير دائما على تأثير التجارب الفاشلة على الوضع النفسي والشخصي. طبعا. من ناحية طبعا الناحية النفسية، قد يشعر الإنسان فقدان الحيوية والشهية للحياة، يتطور ذلك إلى ظهور أعراض يعني نطلق عليها بمصطلح نفسي سايتوماتيك، اللي هي الأمراض المرتبطة يعني ذات الأمراض الجسمية أو الأعراض الجسمية المؤلمة المرتبطة بالمنشأ النفسي. فبالتالي يكون هذا الشيء دائما شعور الخيبات بالأمل المتكرر، يعني تجعل الشخص دائما يميل إلى الكآبة والحزن، وبالتالي
يتكون عنده اضطراب واحباط شديد من موقف معين. نعم. طب أيضا لما دايما بنمرق بتجربة فاشلة وبنرجع بنوقف على رجلينا وبنقول الحمد لله، إلا ما يشوه، إذا فيني استخدم هالكلمة، أو يغير هيدا الموضوع، التجارب الفاشلة شي فينا، بتعاطينا مع الناس، يمكن نتحول في بعض الأحيان، في أشخاص بيتحولوا بيصيروا شكاكين كتير بعلاقاتهم، بيصير اللي بده يقول لهم مرحبا من ورا التجربة الفاشلة إنه شو صار، بيصيروا بالشغل حريصين أكتر. اليوم كيف فينا كمان نتعدى مرحلة ما بعد الفشل ووقفنا، بس نرجع مثل ما نحنا، نرجع نيتنا تضل صافية، نضل مرتاحين في تعاملاتنا مع الناس، نضل حتى خطواتنا وقراراتنا يكون فيها صفاء ونقاء مثل قبل. نعم، نقول دائما احنا نجمع على بآراء علماء النفس ان في شيء ما يسمى بنظرية التعلم بالمحاولة والخطأ. نعم نجمع دائما من خلال مواقفنا الاستجابات التي نجحنا فيها، يعني من خلال الاستجابات الجيدة الناجحة نعم نحاول نحصرها نتعلمها. ليش؟ لأنه لما نمر بموقف مشابه يشابه الموقف السابق نحاول احنا نضيف او نهيكل هذه الخبرة السابقة في الموقف المشابه والجديد، نستفيد من الدرس، نعم فنعطي فرص وإضافة وإكسترا أفضل للموقف، وبالتالي يكون أكثر نضج، أكثر تفاعل، أكثر تقبل لأي يعني موقف مشابه. نعم يمكن أكثر مواقف الفشل اللي متعرض لها بتكون غالباً لها علاقة بعلاقاتنا الشخصية، علاقاتنا العائلية، علاقاتنا الزوجية إلى آخره. اليوم كيف الشخص لما يحس إنه التجربة فاشلة بيقدر يكف عنها وما يكفي فيها؟ طبعا احنا نقول لما احنا نشعر بأهمية انه فعلا نتعرف كيف ننسحب من هذه العلاقات الفاشلة، لاحظ ان في استنزاف للطاقة، والطاقة طبعا على نمطين، نفسي وجسمي. نعم استنزفت طاقتك يعني البطارية حقك خلاص نفد، بالتالي مو قادر يواجه اي مواقف حتى لو كانت بسيطة، دليل انك مستنزف تنزف كثير. نفس الشيء الجسم، يعني الجسم بدأ يتعب يذبل، عمليات حيوية تتوقف، النوم يضطرب، الشهية شبه معدومة، فبالتالي انه خلاص. نعم لما يكون في تقدم او اضافة، ما في اكسترا لشيء يسعدني في الحياة، ما نعم في تبادل، ما في شيء، لابد من أن يكون فيه يعني ما في انسجام، ما في سعادة مضافة لي، في تعاسات تضاف، يعني بالمقارنة المفروض يكون فيه الكمية الوافية من السعادات، لكن ما أشوف سعادة. نعم إذا لابد من الانسحاب التدريجي مو انسحاب كلي، في إني أوضح لنفسي أو يعني أطبطب على نفسي أو إني أحاول إني أنا أدعم نفسي حتى نفسيا في نعم خطوات متدرجة للانسحاب. نعم لما أنا أجي أنسحب من العلاقة ما يكون بشكل مفاجئ، بالتالي يسبب لي ردة فعل منعكسة تأثر على نفسي وجسدي. نعم اليوم أي شخص عم يسمعنا وبعده طالع من تجربة فاشلة، شو الكلمة اللي بتحبي أو الرسالة اللي بتوجهي له إياها؟ أهم حاجة إنه يعرف نفسه، اعرف نفسك، اعرف تكوينك النفسي، تكوينك الشخصي، احتياجاتك، سعادتك في الحياة، أهم شيء اكسب رضا نفسك قبل أن تكسب رضا الآخرين. قدم السعادة لنفسك، اختر الأشخاص بعناية، اختر أيضا من هم سيقدمون لك الإضافة، نعم وهو الأشخاص اللي راح يقدمون لك الخسارة، بالتالي الإضافة مهمة جدا مهما كان نوعها. يعني نعم أهم حاجة، يعني في بعض الأشخاص ممكن يقولون إضافة مادية، إضافة تكميلية، لا، إضافة فيها نوع من السعادة، ارتياح، انسجام، تجاذب فكر، تجاذب عاطفي، يكفي إنك تكون سعيد في حياتك. نعم شكرا جزيلا لك المستشارة النفسية والأسرية هدى الدوسري، يعطيك العافية، شكرا، الله يعافيك، شكرا أستاذ هدى. يعطيك العافية.